عايزه اقول كمان انه خلاص بقى يعني الانظار دلوقتي بتتجه لمباراه الاهلي والترسانه في كاس مصر المفروض يوم الاربعاء ان شاء الله. معروف ان مباريات الكؤوس صعبه عكس مباريات الدوري، ولكن الاهلي قادر ان هو يحقق الثنائيه المحليه، زي ما برضو عينينا على افريقيا قادر ان ده يكون مع ده، لانه الاهلي اي بطوله بيدخلها او اي ماتش بيبقى الحقيقه مطالب منه المكسب. وطبعا يعني مباريات الكؤوس يمكن يكون فيها مفاجآت كتيرة قوي غير أو عكس مباريات الدوري، ولكن الأهلي قادر، هيلعب فريق طبعا ليه تاريخ عريق زي فريق الترسانة، ولكن احنا قادرين ان احنا نحقق الثنائية المحلية، ومحتاجين طبعا من لعيبة الأهلي كامل التركيز في مباراة زي مباريات الأهلي والترسانة.